طبعا اليوم التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي صارت جزء ومكون أساسي من عملياتنا نحن في شركة الاتحاد. نتكلم أولا على العدادات الذكية اللي تم تركيبها الحمد لله، نتكلم عن 100% عدادات تم تركيبها لجميع عملاء شركة الاتحاد. الآن جاري ربط هذه العدادات مع الأنظمة الذكية الموجودة، يعني وصلنا يمكن نسبة 40% ربط. الأنظمة هذه تعطي خدمات كثيرة للعملاء، يعني من الخدمات هذه تعطيهم القابلية للترشيد أكثر والسيطرة على استهلاكهم، تعطيهم أكثر بالنسبة لنا نحن تمكننا نعطيهم إنذارات إذا حصل في خلل معين أو حصل تسريب معين، يعني قبل ما العميل يتكبد خسائر كبيرة يحصل مسج يخبره أن عندك مشكلة وفرق الطوارئ عندنا تتحرك يعني إيقاف العطل هذا. يعني تركيب العداد جزء، ولكن كيف أنك أنت تعمل كونفيجريشن للعداد هذا مع الأنظمة الذكية اللي في شركة الاتحاد اللي بيخلي العميل يتمتع بالمزايا الإضافية اللي بتكون موجودة مع الأنظمة الذكية. احنا حسب المخطط سنة 26 نوصل ل100%، ولكن إن شاء الله نحاول نسرع أن مع نهاية 25 تكون كل الأنظمة حصل لها كونفيجريشن مع الأنظمة الذكية.